السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم أعزائي الطلاب في مقرر 001 ريد. الموضوع الأول معنا إن شاء الله هو موضوع المعادلات. إيه هي المعادلة؟ هي جملة رياضية تتضمن علاقة تساوي بين عبارتين رياضيتين. فعلى سبيل المثال ممكن نقول إن دي معادلة رياضية. المعادلة الرياضية دي نقدر نسميها معادلة من الدرجة الأولى، لأن إكس هنا أكبر أس فيها أس إيه؟ أس واحد. عندي أيضا دي نقدر نقول عليها معادلة من الدرجة الأولى. معادلة من الدرجة الأولى في متغيرين إكس وواي. يبقى الأولى دي معادلة من الدرجة الأولى في متغير واحد اللي هو X، والتانية معادلة من الدرجة الأولى لأن هنا X أس واحد وY أس واحد لكنها في متغيرين أو مجهولين X وY. عندي أيضا هذه نقدر نسميها معادلة من الدرجة الثانية. معادلة من الدرجة الثانية، فهمنا ليه من الدرجة الثانية؟ لأن X أس اتنين. يبقى تسمى المعادلة بإكس صاحبة أكبر أس، بدور على أكبر أس في المعادلة ونقول عليها معادلة من نفس الدرجة دي وهكذا. فيبقى عندي مثلا معادلة من الدرجة الثالثة زي دي كده، دي معادلة من الدرجة الثالثة لأن أكبر أس عندي إكس أس 3. ايه المجاهيل اللي موجوده في المعادله؟ هي اكس. حل هذه المعادله يقصد بايجاد قيمه اكس. طيب يبقى تعالى بقى نلخص الكلام ده. نقدر نقول ان تتحدد درجه المعادله بقيمه اكبر اس مرفوع له المجهول بالمعادله. طيب تاني معلومه عايزك تفتكرها، إن عدد جذور المعادلة أو عدد حلول المعادلة يساوي درجة المعادلة. بمعنى إن معادلة من الدرجة الأولى هيكون هناك حل واحد صحيح. يعني إيه حل واحد صحيح؟ يعني في قيمة الإكس هنا هنعوض فيها، هتجعل الطرف اليمين يساوي الطرف اليسار. يبقى عدد جذور أو حلول المعادلة يساوي درجة المعادلة. عايزك برضو ما تنساش ان حل المعادلة يقصد به ايجاد قيم المجاهيل. يعني في المعادلة الاولى حلها يعني ايجاد قيمة x، حل المعادلة الثانية ايجاد قيمة x وy. طيب احنا هذا نتناول حل المعادلات في ثلاثة صور. الصورة الأولى هي معادلة الدرجة الأولى في مجهول واحد. معادلة الدرجة الأولى زي دي في مجهول واحد. الصورة الثانية معادلة الدرجة الثانية في مجهول واحد زي الصورة دي، معادلة الدرجة الثانية في مجهول واحد. الصورة الثالثة من حل المعادلات المعادلات الخطية في مجهولين، نظام من المعادلات الخطية في مجهولين. طيب نبدأ أول حالة معانا وهي حل المعادلات الخطية في مجهول واحد. الصورة العامة للمعادلة الخطية أو معادلة الدرجة الأولى، طبعا بنسميها معادلة الدرجة الأولى أو المعادلة الخطية لأنها بترسم في شكل خط. الصورة العامة ليها A x زائد b بتساوي صفر، حيث a و b ثوابت بشرط ان a لا يساوي الصفر. طيب احنا علشان نحل المعادلة دي لازم نتذكر معلومتين مهمتين جدا في حل المعادلات. إن هذه المعادلة متزنة، يعني الطرف اليسار يساوي الطرف اليمين.
وبالتالي لا تتأثر المعادلة إذا جمعنا عددا ما على الطرفين، جمعناه إلى الطرفين أو طرحنا عدد ما من الطرفين. دي أول معلومة لازم نعرفها. المعلومة الثانية إن المعادلة دي لا تتأثر إذا قسمتها، قسمت طرفيها على عدد ما، ولا تتأثر إذا ضربنا الطرفين في عدد ما. يبقى أنا حر، ممكن أجمع عدد ما إلى طرفي المعادلة أو أطرح عدد ما من طرفي المعادلة، وأيضا ممكن أضرب عدد ما أو أقسم عدد ما إلى طرفي المعادلة. طيب، بشرط أن العدد اللي أضربه أو أقسمه ما يكونش الصفر، أي عدد إلا الصفر. طيب، بناء على كده احنا ممكن ناخد مثال ونحله بنفس الايه، باستخدام القاعدتين اللي احنا قلناهم دول. طيب ناخد مثال كده، حل المعادلة خمسة اكس تساوي اتنين اكس زائد 12. قلنا دي معادلة من الدرجة الأولى، الحل احنا عايزين بقى قاعدة الحل بتاعتنا ببساطة. أول خطوة هنحصل على نجمع المتغير X في طرف والعدد المطلق أو الحد المطلق ده في الطرف الآخر، يبقى العدد المطلق اللي معاش X يكون في طرف واكس في الطرف الاخر. يبقى انا عايز انقل هنا اكس دي اوديها الطرف الايسر مع 5 اكس، بشرط اللي يعدي علامه التساوي هنغير اشارته، لو كان موجب هنخليه سالب ولو كان سالب هنخليه ايه، موجب. طيب يبقى 5 اكس ناقص 2 اكس تساوي 12. طيب دي أول خطوة. طيب الخطوة الثانية هنجمع 5 إكس ناقص 2 إكس اللي هي كام؟ 3 إكس تساوي 12. هنشوف هنا معامل إكس، معامل إكس هنا اللي هو 3 ده بنسميه معامل إكس، العدد المضروب في إكس. فهنقول بقسمة الطرفين على معامل x اللي هو يساوي 3 نحصل على، هنقول 3 على 3 في x تساوي 12 على 3. 3 على 3 فيها الواحد، هيتفضل معانا x في الطرف الايسر تساوي 12 على 3 فيها الكام؟ فيها الأربعة. يبقى احنا كده وصلنا للإجابة أو قيمة المتغير المجهول. أصبح الوقت قيمة X التي تجعل الطرف الأيسر في المعادلة يساوي الطرف الأيمن هي X بتساوي 4. وزي ما قلنا في الأول درجة المعادلة هي من الدرجة الأولى، إذن لها حل وحيد فقط. تمام؟ طيب ممكن التأكد، ممكن التأكد من الحل بالتعويض عن X في المعادلة. فنمسك الطرف الأيسر كده نعوض عن X بأربعة، أربعة في خمسة بعشرين تساوي أربعة في اتنين بتمانية، تمانية زائد اتناشر عشرين. إذا تأكدنا أن الطرف الأيسر بيساوي الطرف الإيه؟ الأيمن. طيب ناخد مثال كمان، حل المعادلة الخطية التالية اللي هي 5 اكس ناقص 9 تساوي اكس زائد 7. دي أيضا معادلة خطية، يعني من الدرجة الأولى ولها حل واحد صحيح.
الحل. قلنا أول حاجة هننقل x مع x والعدد ده مع العدد ده، مع مراعاة القاعدة اللي قلناها اللي هننقله هنغير إشارته، فيكون معنا 5 x هنودي لها x دي معاها ناقص x تساوي التسعة، نوديها الطرف الثاني بموجب 9 يبقى 7 زائد 9. نجري عملية الجمع بشكل طبيعي، 5x ناقص 1x يبقى 4x تساوي الطرف اليمين 7 زائد 9 16. طيب ايه الخطوة التانية؟ الخطوة التانية قلنا نقسم على معامل x بقسمة الطرفين، على معامل x اللي هو بيساوي كام يا شباب؟ اللي هو بيساوي 4. طيب يبقى 4 على 4 x بتساوي 16 على 4، اذا x بتساوي 4. تمام كده يا شباب؟ طيب يبقى احنا خدنا الوقت ازاي بنحل معادله الدرجه الاولى في مجهول واحد، وقلنا ان هي خطوتين، الخطوه الاولى بنجمع اكس مع اكس والطرف او الحد المطلق مع الحد المطلق، وبعد كده نقسم على معامل اكس. طيب